سي النائب الرئيس او رئيسه الجهه انه كاين ضروره كذلك ان الجهه انها تقوم بالواجب ديالها في هذا الاطار، لا من حيث المعلومه، لا من حيث المواكبه، ولا من حيث كذلك اعطاء الاولويه للمقاوله الصغيره جدا اللي غتنطلق بتقديم طلبيات خاصه لهذه الفئه من المقاوله الشباب باش يمكن لها كذلك انها تنطلق في الاعمال ديالها. كذلك من بين النقط اللي طرحات كاين نقط اللي هي تتعلق بالمقاولات اللي كاينه اليوم واللي تتعاني عندها عده مشاكل، وصحيح صحيح وهنا نقولها صحيح انه في هذه الثلاث سنوات الاخيره ماتت 27,000 مقاوله، 27,000 مقاوله اي اكثر من 120,000 شاب وشابه اللي هما اصبحوا عاطلين. الحكومه تقول وحنا تنخلقوا العديد من المقاولات الاخرى اذا ماشي مشكل، لا حنا تنعتبروا الا ماتت مقاوله راه بحال كانت ما تروح ضروري اننا نعملوا باش نقدوها. وبالتالي الاقتراح اللي حنا ماشيين فيه وهو انه اولا دارت بالنسبه للقانون التجاري دارت اليات خاصه للمقاولات اللي عندها صعوبه، ولكن هذوك الاليات ماشي مزيانه ماشي كافيه وتيخصنا نعاودوها، وعندنا اقتراحات في هذا الاطار وبالنسبه للمحامين اللي عندهم اقتراحات في هذا الاطار يمشيو معنا فيها. ولكن اكثر من ذلك حنا تنعتبروا بان بحال اللي جات الملك دار هذا وهذا امر مهم، هذه المبادره الانطلاقه انه يدار صندوق خاص لانقاذ المقاولات الصغيره والصغيره جدا. هذا نواجهه، ولكن نواجه التهريب الكبير ان اللي ما تنقولوش في الواقع راه كاين شركات كبرى هي اللي تتمول هذوك الامور باش يدخل التهريب الكبير ويتهرس البلاد، هذا هو الاشكال الحقيقي. تنتفرجوا على هذيك المراه مسكينه اللي مكرفصه واللي تتدخل بجوج ولا ثلاثه د البواكت، ماشي هذا هو الاساس. اذا اللي هو مهم هو اننا نلقاو حلول حقيقيه وجذريه بالنسبه للشباب في المنطقه، بالنسبه لهاد التجار اللي مساكن تيعانيو اللي ما بقى عندهم تيجي حد ما عندهم باش يخلصوا الكرا والضوء والماء، هذا هو الاشكال الحقيقي لانه وقفنا بين عشيتين وضحاها بلا ما نقدموا البدائل. والدور في الحكومه وهو تجيب البدائل، والدور ديال الجهه انها تساهم في هذا الامر، والدور كذلك ديال الجماعه الترابيه انها كذلك تجيب الحلول لهاد الناس. هذا هو العمل اللي هو اذا كانت سياسه حقيقيه هذا هو العمل اللي مطلوب. ماشي بقول لكم على هاد الاخوان هادو ديال كاستيو ديال باب سبته، باب سبته كان عندي اجتماع مع المدير العام للجمارك، قال لي احنا لمحاربه التحريم. هو يمكن اخ المدير العام ديال الجمارك كيشوفها من واحد المنظوره لمحاربه التحريم والحفاظ على المنتوج المغربي، حيت هذاك الشيء اللي كيدخل كيقول لك ما كنعرفوش واش منتهي الصلاحيه، واش هادي واش هادي، شنو كيدخلوا لنا والسلعه اللي ما مخلصاش الجماريه وما مخلصاش الرسوم الجماركيه. قلنا له ولكن وهاد الناس هادو اللي خدامين في هاد الشيء شنو فين شنو يديروا؟ غادي يمشيو للزنقه؟ كان واجب هذا. دابا هذا المدير العام الجمارك كيشوف من المصلحه ديال الجمارك هو كاداره الجمارك، ولكن الحكومه كانت خصها تواكب هاد الناس وقبل ما نقوموا بهذا العمل هذا ونحبسوا هذه السلعه اللي كتدخل ونشربوا هاد الاف الناس، نشوفوا لهم شنو اللي غادي نعطيوهم، نشوفوا شنو نجلس معاهم ونسولهم، عطيوني نتائج ملموسه، عطيوني حلول ديالكم، شنو باغيين، شنو كيفاش كتشوفوا التصور ديالكم. لا هاد الناس هادو جاوا وخرجوا بواحد القانون حبسوه، قال لك نحبسوا صافي ما بقاش تدخل السلعه والناس يتشربوا. هذا برنامج ملكي جا به لتدعيم وتنشيط الاقتصاد المغربي، الاقتصاد المغربي راه انه في واحد الحاله خطيره، راه حنا ضربنا في الحيط، راه وصلنا للحيط، راه كما قالت الاخت قالت لك ما لقاش الثمن فين خدم ولا فين سميتو، راه الناس راه عادات في الجهات كامله بحال هكا، فهمتيني؟ والمقاولات الصغرى كتموت كتموت وكتموت ببطء، والنسيج الاقتصادي المغربي هو المقاولات الصغرى وجهات الصغرى وهاد التجار وهاد الحرفيين وهاد الصناع التقليديين. اليوم كاين اشكال كبير اللي تطرح بقوه هو مرتبط بالقضيه ديال باب سبته وبالنسبه للمليليه كذلك اللي هي مقفوله، واللي حنا معلوم ك
موقف سيادي ما يمكننا الا نكونوا معاه، لان تندافع معلوم على الوحده الترابيه ديال بلادنا وعلى المصلحه البلاد لمواجهه اشكاليات المطروحه الناتجه عن التهريب في المنطقه. ولكن في نفس الوقت لا يمكن ان نقبل ان لا يكون هنالك بدائل بالنسبه للتجار، بالنسبه للعديد من المواطنات والمواطنين في المنطقه الذين يعانون من هذا الامر وعندهم اشكال حقيقي لمواصله العيش الكريم في هذه الظروف. وبالتالي فنعتبر انه من الضروري ان تكون هنالك التفاته حقيقيه وان يكون هنالك استفاده كبيره من ساكنه المنطقه من البرنامج انطلاق هذا البرنامج الملكي المهم، باش انهم كذلك تكون عندهم امكانيه باش يحولوا التجاره ديالهم الى امور اللي هي ما تكون قانونيه، ولكن في نفس الوقت كذلك يتعود بالنفع على الدخل ديالهم. وفي نفس الوقت كذلك انه تكون واحد التفاته خاصه للشباب الذي يعاني اليوم نتيجه هذا الامر من البطاله. الان كنظموا لقاء مع التجار والحرفيين والصناع التقليديين والمهنيين والمقاولات الصغرى، الناس اللي حاملين اللي عندهم مقاولات صغرى وجد صغرى اللي كيمثلوا القطاعات. الاتحاد العام عندها قطاعات مختلفه، وهذوك المقاولات الصغرى وجد الصغرى والمتوسطه اللي كتمثل قطاعات داخل الاتحاد العام للانصات لهمومهم خاصه، واللي كيجي من بعد انطلاقه هذا البرنامج انطلاقه اللي سهر على انطلاقته صاحب الجلاله نصره الله، واللي هو مهم. وكنا داخل الاتحاد العام نطالب بهذا، الحكومه لم تستجب لنا مع الاسف. جاء على يد صاحب الجلاله من بعد الخطاب الدوره الخريفيه ديال البرلمان اللي قال بان يجب اعطاء اولويه كبرى للمقاولات الصغرى وجد الصغرى، بحيث هي اللي كتمثل 95% 95% من النسيج المقاولاتي. مع الاسف كانت معطيه واحد 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 الفرص كبرى للمقاولات الكبرى. دابا الحمد لله نتمنوا انجاح هذا البرنامج. هذا غادي يكون خاصنا نحطوا واحد اليه ديال التتبع، وهنا اليوم سوف نعلن على تاسيس اليه التتبع ومواكبه هذا البرنامج. هذا غادي نديروا غادي ناسوا اليه المواكبه جهويه لتتبع والسهر على انجاح هذا البرنامج. وشكرا.